استعداد الحكومه للطرح وتوسيع السوق. طيب برضو من الاخبار، البنك المركزي المصري اعلن ان صافي الاستثمارات الاجنبيه المباشره في مصر وصل ل 5.6 مليار دولار خلال التسع شهور الاولى من العام المالي الحالي 15/16 مقارنه ب 3/7. ومن الناحيه الثانيه اعلن ان ارتفاع حجم الدين العام المحلي ل 2.49 تريليون جنيه بنهايه مارس الماضي، والدين الخارجي ل 53.4 مليار دولار، وبكده يوصل الدين يعني لاعلى نسبه في تاريخ مصر. الخبرين متضادين، تاثيرهم ايه على البورصه في رايك؟ شوف، هو احنا ممكن بس الاول نحلل الخبرين الاول قبل ما ندخل في تاثيرهم على البورصه. تمام. لان البورصه ما هي الا مرآه للاقتصاد المصري. صحيح. طيب احنا بنعمل ايه؟ الدولة عندنا أو الحكومة عندنا بتنهج منهج يبدو علينا غريب شوية، ولكنه أعتقد أنه عملي، وأعتقد كمان أنه هو الاختيار الوحيد قدامهم دلوقتي أنه هم لازم يعملوا كده. إيه هو؟ إحنا دلوقتي سامعين عن كل يوم اكتشاف جديد للغاز في منطقة شرق المتوسط، وتوسعة للاحتياطيات وتوسعة للحقول اللي هتبتدي تدخل إنتاج بعد سنتين لثلاث سنين. طيب النهارده المواطن والدوله عموما بمرافقها المختلفه محتاجه تجديد، محتاجه احلال، محتاجه تحديث، محتاجه تنميه. صحيح. محتاجه كثير جدا من الانفاق. تمام. المنطق الطبيعي واللي كنا شغالين بيه طوال عقود طويله من الزمن انه ننتظر الدخل ثم يبدا الانفاق. نعم. اللي حصل دلوقتي انه السياسه سبقت الانفاق على الدخل. احنا بنقترض دلوقتي، ولذلك ده اللي يفسر الدين الخارجي والداخلي، الدين الداخلي والخارجي. وطبعا التركيز اكتر على الدين الداخلي، لانه فكره ان انت تبقى تحت رحمه اهل بلدك اللي هو العائد ده اساسا هيدخل لهم، فبدل ما يدخل لبره، يعني بدل ما يدخل العائد ليك ثم يخرج بره بتزيد من الديون، لا، يقدر يدخل فعلا للافراد، دخل الاقتصاد نفسه، ويدخل جوه عصب الاقتصاد، فيعود مره اخرى في عجله التنميه في دوره جديده. ده طبعا افضل كثيرا. المهم انه احنا دلوقتي بننفق اللي منتظرين ان احنا نبيعه من غاز ومن ثروه معدنيه بعد ثلاث سنين على التحقق، بدايه من ثلاث سنين الى ثمان سنوات قادمه. صحيح. احنا كاننا بنستلف المستقبل. ده اللي يفسر لك ده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان في شغل. طب الشغل ده محتاج خدمات معاونه، محتاج خدمات لوجستيه، محتاج خدمات تكميليه، ومحتاج كمان تسويق وتصدير والى اخره. ده يفصل لك الناحيه الثانيه للاستثمار الاجنبي المباشر زاد. تمام. لانه النهارده المؤسسات الماليه العالميه والمؤسسات الاستثماريه ابتدت تشوف ان في مصر مع حجم الانفاق الحكومي الضخم اللي بيحصل دلوقتي على المشاريع العملاقة، أصبح في فرص جانبية جنب اللي بتعمله الحكومة، إن أنا أقدر أدخل أستثمر في أجزاء معينة وأمشي مع نفس الخط الحكومي اللي هو على الأقل هيستمر لمدة 8 سنوات في إنفاقه ده، هقدر إن أنا أستعيد رأس مالي وأكسب في خلال المدة الزمنية. ده غير برضو إن في فرص للاستثمار جديدة مع الرؤية الاقتصادية الجديدة. تمام. ما هو كل شوية الدنيا بتوسع، عدد المشاريع بيزيد، فعدد المشاريع التكميلية بيكتر. نرجع بقى تأثير ده للبورصة. تمام. البورصة بتشتغل دلوقتي على بضاعة محدودة جدا، على عدد أسهم مقيدة. احنا بنتكلم دايما على مؤشر الـ30 والـ50 والـ70 والـ100، هم كل الأسهم النشطة اللي في السوق حوالي 100-120 سهم. تمام. مع دخول المشاريع دي اتوقع ان ال 120 سهم دولت هيبقوا 240 و300 سهم، مع توسع القاعده المطروحه في البيع ده. معناه ان عدد اكبر من المهتمين بالمجالات الجديده اللي هتدخل البورصه اللي ما كانتش موجوده هتتحول الى زبائن موجوده في البورصه، وبالتالي حجم السوق هيكبر، وبالتالي حجم كمان الارباح المتوقعه للمستثمرين هيزيد. طيب اخيرا توقعاتك للبورصه الاسبوع الجاي؟ اعتقد ان احنا خرجنا من مرحله الترقب اللي بتبقى في اول رمضان. النص رمضان بيشهد نوع من انواع الحركه الشديده. حجم السوق هيزيد، وده معناه ان احنا نتحول مره اخرى للون الاخضر،
يمكن بعد اسبوع 10 ايام تبتدي مجدد من جني ارباح ومجدد من التسهيل من الافراد عاديه ما تقلقش سلبيا شويه ممكن ترجعنا شويه للون الاحمر بعض الشيء. استاذ محمد وجيه خبير اسواق المال بشكر حضرتك على وجودك معنا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام بالطبع شكرا موصول لحضراتكم متابعتنا دائما يوميه مع اداء البورصه المصريه لاكثر تحليل واقعيه. الى اللقاء.